بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع ضيف من ضيوفنا الأعزاء ضيوف ديوانيات مركز حي الفيزية. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. الاسم الكريم؟ راشد المناكدة أنزي. نعم أخي راشد. راشد أنت أول زيارة لك هنا للديوانية؟ لا والله يمكن ثالث مرة أو رابع مرة، يعني دائما نجي إذا صرت فاضي أجي لاستراحة الاثنين والثلاثة. جميل، يعني أقدر أسميك من أصدقاء الديوانية. إيه نعم من أصدقاء. راشد وش أجمل شيء شفته بالديوانية؟ وش شيء مثلا تحس أنك كسبته من الديوانية، أو الديوانية زادت لك شيء أو عدلت فيك شيء مثلا؟ والله كسبنا الراحة والوناسة فيها والخير وكل شيء، يعني ما يعني لقينا شيء أزيد من روح برا، شيء يعني لقينا فيها فائدة أزيد من برا. جميل، في شيء معين تتمنى انك تشوفه بالديوانية؟ الديوانية طبعا قامت من اجل الناس ومن اجل زوار الديوانية، هل في شيء تعتقد انه ناقص بالديوانية تتمنى انك تشوفه بالديوانية، او شيء موجود تتمنى انه يتطور؟ والله اتمنى يكون يعني ممتع، يعني متكامل، يعني نكون متواجدين كل يوم ونبدل كل ثلاثة نجي ونتحمس زيادة ونطول يعني زي. طيب لو قلت لك نصيحة بتقولها للقائمين على الديوانية، أو كلمة للقائمين على الديوانية، أو خلنا نقول كلمة للي خارج الديوانية. والله كلمة وش يعني؟ يعني نصيحة للقائمين على الديوانية أو اقتراح مثلا. النصيحة يعني لا تجون هنا وكذا، يعني ملحق وناس وممتع وخير، ويعني أزين من شيء برا وكذا أزين يعني. بيض الله وجهك أخوي راشد، شكرا لك، يعطيك العافية.